متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله جديده في اسواق المال والاعمال والشركات حول العالم. وكل جديد لليوم الاحد 6 اكتوبر 2024 تاتيكم من بنكير، فابقوا معنا. البدايه من الولايات المتحده وازمه تصريحات المرشح الرئاسي ترامب حول علاقته بمصرف جي بي مورجان ودعمه في حملته الانتخابيه. وقال مصرف جي بي مورجان تشيس الامريكي ان رئيسه جيمي ديمون لم يقدم دعمه للرئيس السابق والمرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب. ونشرت رسالة على حساب الملياردير المرشح لرئاسة أمريكا مرة أخرى على شبكته تروس سوشيال بتقول: جيمي ديمون رئيس جي بي مورجان قدم دعمه لترامب للرئاسة، مصحوبة بصورة لديمون. وقال متحدث باسم جي بي مورجان إن هذا المنشور خاطئ وجيمي لم يقدم دعمه لأي مرشح. وإلى السعودية، حيث قفزت أرباح عملاق صناعة الألبان شركة المراعي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.3% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان إلى السوق السعودي الأحد أن صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري قد بلغ 570.4 مليون ريال سعودي، نحو 151.85 مليون دولار. وكانت الشركة حققت أرباح صافية بقيمة 486 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2023. ومن أخبار الشركات أيضا، بتسعى شركة هيونداي موتورز الكورية للحصول على تقييم بقيمة 19 مليار دولار في الطرح العام الأولي لوحدتها في الهند، مما قد يجعله أكبر عملية طرح للأسهم في تاريخ البلاد. وبتخطط الشركة المصنعة للسيارات لبيع حصة بتبلغ 17.5% من الشركة، ومن المتوقع أن تجمع حوالي 3.3 مليار دولار بناء على التقييم المستهدف الحالي. ومن المرجح أن يتم إدراج هيونداي موتورز انديا في بورصة مومباي في 22 اكتوبر. الخبر الثاني في جولتنا العالمية من شركة بوينج، واللي استسلمت للضغوط بعد وصول خسائر الاضراب ل 3 مليار دولار. وتعود شركة بوينج غدا الاثنين الى طاولة المفاوضات مع اكبر نقابة عمالية فيها في محاولة لانهاء اضراب دام 3 اسابيع وادى الى توقف تصنيع الطائرات في اوريجون وواشنطن. وقال الاتحاد سابقا ان الجانبين منقسمان بشدة بشأن معاشات التقاعد والاجور. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الإضراب على بوينج قد تقترب من 100 مليون دولار يوميا من الإيرادات الضائعة، مع توقف عمليات التسليم إلى حد كبير، ما يرفع التكلفة الإجمالية للإضراب إلى نحو 3 مليار دولار حتى اليوم. الخبر الأخير في جولتنا العالمية حول تكلفة الجرائم الإلكترونية، والتي ستتجاوز 10.5 تريليون دولار بحلول 2025. وقال كبير استراتيجي الأمن لدى شركة سيليرا أن التكلفة الإجمالية للجرائم الإلكترونية في قطاع الرعاية الصحية بتتضخم. وقدر تكلفة الهجمات الإلكترونية بشكل عام خلال 2025 أن تتجاوز 10.5 تريليون. وقال: لو اعتبرنا هذا ناتجا محليا لدولة، فستكون في المرتبة الثالثة بعد أمريكا والصين، وهذا يبين ضخامة صناعة الجرائم الإلكترونية اليوم. أنا برام فتوح، دمتم في أمان الله. بانكير، نبض البنوك.